وحيدا كابد الليل الطويل. قم وصلي للجليل، قم فقد حان الرحيل. قم ودع عنك الخمول وانطلق نحو الحقول. اصفف الأقدام للمولى وجاهد للوصول. قم وحيدا، قم وذق طعم الصلاة في دجى الليل الطويل. قم وجاهد في الحياة، إن مثوانا قليل. قم وحيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. عندما يقول الله تعالى لنا في كتابه الكريم: ادعوني استجب لكم، فإنها دعوة صريحة من مالك الملك، من الرزاق، من الغني، دعوة لأن تدعوه حتى يعطيك. وما يدعوك الله تعالى لأمر إلا لأنه يريد أن يعطيك. سلسلة ادعوني بإذن الله تعالى ستكون عبارة عن حلقات قصيرة، سنتناول فيها كيف يمكن أن نكون من أهل الدعاء، الدعاء الذي يرزق الإجابة، كيف نكون ممن أجاب الله دعواتهم. ولذلك في هذه السلسلة رح نعطي تفاصيل التفاصيل فيما يتعلق بالدعاء، وكيف ممكن من خلال الدعاء بإذن الله تعالى نحن نصل إلى ما نريد. يجب أن نعرف أن الله تعالى عندما يأمرنا بشيء فهو يأمرنا به، وفي نفس الوقت يخبرنا كيف نطبقه. يعني لما الله تعالى يقولنا أدعوني أستجب لكم، فالله تعالى أعطانا تفاصيل هذا الدعاء كيف يجب أن يكون. سنجد هذه التفاصيل في آية أخرى، يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن الله تعالى هنا يخبرنا الطريقة الصحيحة والوسيلة التي يجب أن نتبعها والأسلوب الصحيح في الدعاء. ولذلك الناس اللي تقول إنه أنا دعوت ولكن الله تعالى لم يجبني، أريد أن أقولها ببساطة: لأنك لم تتبع ما جاء الله به وما أمرك الله به، ولم تمتثل بشروط الدعاء. لأن الله تعالى عندما يأمرك بشيء ويخبرك بطريقته عليك أن تفعله بطريقة الله لا بطريقتك. فعندما يقول الله لك فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، فاعرف أنهما شرطان أساسيان حتى تصل للإجابة. إذا أردت أن يحقق الله لك الإجابة فعليك أن تحقق أنت أيضا الطريقة الصحيحة. فلا يمكن مثلا أن أصنع الأرز مثلا وأتوقع أنني أحصد بالطيخة. ما ممكن أنه أنا أزرع شيء معين وأتوقع أن أحصل على شيء آخر، أو بمعنى أصح ما ممكن أنه أنا أزرع خطأ ثم أتوقع أنه أنا أحصل على النتيجة. وهذا اللي يحصل، كثير من الناس تدعو الله سبحانه وتعالى ثم تقول بعد فترة أن الله تعالى لم يستجب، مع أن الله تعالى قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما صفات هذا الداعي؟ وما صفات هذه الدعوة؟ وكيف يجب أن يكون الدعاء؟ عبر سلسلة من الأدلة القرآنية ومن السنة النبوية إن شاء الله سنتعرف أكثر وبتفصيل أكبر كيف يجب أن يكون دعاءنا لله. فكونوا معنا عبر هذه السلسلة
وساعدوا غيركم أن يصلوا أيضا ليعرفوا أكثر كيف يمكن أن نكون من أهل الدعاء حتى نكون من أهل الإجابة بأمر من الله تعالى. تفاصيل أكثر بإذن الله تعالى حول كيف نكون من أهل الإجابة وحيدا بعد الفاصل. كابد الليل الطويل قم وصلي للجليل. الكثير من الناس للأسف يغفلون عن فهم الآية الكريمة وعن فهم التعليمات. أحيانا كثيرة ندخل إلى أماكن معينة دون أن نقرأ شروط دخول هذه الأماكن، وكذلك الدعاء. يعني كثير من الناس للأسف الشديد مثلا تقول أو عرفت أن الدعاء هي وسيلة ورزق من الله تعالى، نستطيع من خلال الدعاء أنه إحنا نحصل على ما نريد، لكنه لا يسأل ولا يتفكر في تفصيلة أو تفاصيل هذا الدعاء، ولا يعرف ما يحتاجه الدعاء حتى يتحقق. تجده يدعو ثم أنه يدعو بطريقة خاطئة فيظن أنه سلك الطريق الصحيح، ولكن في واقع الأمر أننا قبل أن نبدأ أي شيء لابد أن نعرف تفاصيل تطبيقه. يعني مثلا لما الله تعالى يأمرنا بالصلاة، هل نذهب إلى الصلاة دون أن نعرف كيف نصلي وما هي أركان الصلاة وما هي أيضا شروط الصلاة الصحيحة؟ بالطبع لا. كذلك الدعاء، هل يعقل أن ندعو الله تعالى ونحن لا نعرف أركانه ولا نعرف تفاصيله؟ طبعا ما ينفع. لذلك وجب أن نعرف تفاصيل الدعاء. الله تعالى صنف لنا الدعاء وأعطانا تفاصيله عبر ركنين أساسيين، لكن تحت هذا الركنين الكثير من الكثير من التفاصيل اللي بإذن الله تعالى خلال هذه السلسلة سنتناولها مثل ما وعدتكم إن شاء الله بشيء من التفصيل وأيضا بشيء من العمق اللي راح يخلينا فعلا نكون متمكنين في دعائنا، ونكون عندها فعلا ندعو ونحن موقنون. اليقين اللي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنه مواصفا طريقة الدعاء، راح نتكلم كيف فعلا نكون من أهل اليقين الذين يدعون الله تعالى وهم موقنين. إذا رجعنا إلى الآية الكريمة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فإذا الله تعالى أعطانا الشرطان الأساسيان اللي هم من خلالهم أقدر بإذن الله تعالى أنه أصل إلى ما أريد عندما يجيبني الله تعالى، ولكن علي أن أستجيب وأن أؤمن. الاستجابة سلسلة من الحلقات راح تكون، والإيمان أيضا سلسلة من الحلقات راح نشرحها بشيء من التفصيل. راح نتكلم اليوم عن جزئية اللي هي الإيمان، ولكني يجب أن أتكلم بتفاصيل التفاصيل عن هذا الموضوع. ماذا يقصد الله تعالى وليؤمنوا بي؟ وهو الركن الأساسي الذي يجب أن يكون في كل دعاء. ماذا يقصد الله تعالى وليؤمنوا بي بعد قم وحيدا كابد الليل الطويل قم وصلي للجليل. أول نقطة في الإيمان لما الله تعالى يقولنا وليؤمنوا بي، فإن الله تعالى يريدنا أن نستشعر. يعني أول نقطة في الإيمان أن نكون من أهل الاستشعار. استشعار ماذا؟ أول نقطة وأنا أدعو الله تعالى يجب أن أستشعر أنني متوجه إلى العظيم، يجب أن أستشعر أسماء الله الحسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون. يعني الله تعالى يريدنا ليس فقط أن ندعو بهذه الأسماء وإنما نستشعرها، فأن أؤمن بالكريم، أن أؤمن بالغني، أن أؤمن بالرزاق، أن أستشعر هذه الأشياء. لماذا أستشعرها؟ يعني أستحضر أن الله تعالى غني، أستحضر أن الله تعالى مالك الملك، أستحضر أن الله تعالى سيعطيني ولن يردني، أستحضر أن الله تعالى خزائنه ملأة ولن تنفد إذا أنا طلبت طلبي، أستحضر أن الأمر وإن كان مستحيل
فهو على الله هين وسهل وبسيط، إنه أسهل من خلق السماوات والأرض. إذا الله تعالى خلق السماوات والأرض، فما هي حاجتك عندما خلق أو عند خلق الله تعالى؟ ولذلك الاستشعار هو أول نقطة في الإيمان. فأن تؤمن يعني أن تستشعر قدرة الله، أن تستشعر عظمة الله، أن تستشعر رزق الله تعالى، أن تستشعر غنى الله تعالى، وهذا كله تستحضره. فإذا استحضرته عظم الله في قلبك، وإذا عظم الله تعالى في قلبك وثقت به. يعني لما أنا أعرف أن الله تعالى غني وأن خزائنه ملأة، هذا لا يجعلني أذهب إليه وأستشعر الفقر، بل أستشعر الغنى، أستشعر أني إذا ذهبت إلى الغني سأكون غنية. هذه أول نقطة في الإيمان يجب أن نفهمها، وهناك نقاط كثيرة سنتعرف عليها بإذن الله تعالى في سلسلة أدعوني. إلى حلقة جديدة أراكم على خير بإذن الله تعالى، سنتناول فيها تفاصيل التفاصيل كما قلت لكم، وعليكم بتجميع هذه الحلقات حتى تصلكم الصورة كاملة بإذن الله تعالى. كونوا معنا إن شاء الله في حلقة قادمة أراكم فيها كل جمعة واثنين وأربعاء بإذن الله تعالى، نتكلم فيها عن تفاصيل كيف يجب أن يكون دعاءنا لله تعالى حتى نكون من أهل الاستجابة، فنكون مثل ما قال عمر بن الخطاب: اللهم إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فاجعلوا هم تعلم الدعاء هو همكم الأساسي قبل أن تفكروا بالدعاء نفسه، حتى تؤدوا الدعاء كما يجب وكما يحب الله ويرضى، حتى يعطيكم ويجيبكم الله تعالى كما وعدكم. أنا أمل الجامعي، أراكم قريبا بإذن الله تعالى يوم الاثنين في حلقة مكملة لما انتهينا عنده. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قم وحيدا كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم فقد حان الرحيل.